هنبتدي اخبارنا الرياضيه من كاس مصر وتاهل فريق المقاولين العرب للدور ال 16 من بطوله كاس مصر بعد ما فاز على فريق الاتصالات بنتيجه 1-0 سجله احمد علي في الدقيقه 70 خلال المباراه اللي جمعت الفرقتين على استاد عثمان احمد عثمان في الجبل الاخضر ضمن منافسات دور ال 32 بالبطوله. بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي كان حريص امبارح على إجراء تقسيمة قوية خلال التدريبات عشان يستعد لمباراة سان داونز الجنوب أفريقي، وأجرى موسيماني التقسيمة على كامل مساحة الملعب وشهدت التركيز على جوانب فنية كتير في إطار تجهيز كل اللعيبة للمباراة، ده غير حرصه على إجراء مجموعة من التدريبات الخططية المتنوعة. فريق المصري البورسعيدي اتدرب امبارح على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب عشان يستعد لمباراته في الجولة الرابعة من بطولة كاس الكونفدرالية الإفريقية واللي هتجمعه بفريق أوتوهو ممثل الكونغو برازيفيل يوم الحد على استاد الجيش ببرج العرب. وتأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني على العالم للمباراة النهائية في بطولة أوبتاسيا لرجال الاسكواش واللي بتستضيفها ملاعب ويمبلدن في العاصمة الإنجليزية لندن. وهيستضيف استاد القاهرة فعاليات البطولة العربية والإفريقية لكرة السرعة اللي هتتلعب في الفترة من 15 ل 21 شهر مارس بمشاركة 30 دولة. إشبيلية حقق فوز صعب على فريق ويست هام يونايتد الإنجليزي بنتيجة 1-0 في اللقاء اللي جمعهم امبارح على ملعب رامون سانشيز بيسخوان في ذهاب دور ال 16 من مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الحالي. وتعادل فريق برشلونة مع جالاتا سراي بنتيجة 0-0 خلال المباراة اللي اتلعبت امبارح على ملعب كامب نو وشارك فيها لاعبنا الدولي مصطفى محمد، والمباراة ضمن منافسات ذهاب دور ال 16 من بطولة الدوري الأوروبي للموسم الحالي. وحقق روما الإيطالي فوزه على فريق فيتس أرنم الهولندي بنتيجة 1-0 في اللقاء الجمع الفرقتين في ذهاب دور ال 16 من دوري المؤتمر الأوروبي، وهتتلعب مباراة العودة يوم 17 مارس على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما. وبكده مشاهدينا خلصت أخبارنا الرياضية، دلوقتي هنرجع لياسر ومنى عشان يكملوا بقية فقرات صباح الخير يا مصر. إليك يا منى.